فتايس فرع باس. كل عام نفس الوقت كنقيمو حفل النزاهة باش كيجيو مالين الدار البيضاء فرع الدار البيضاء باش كيعاودو يتفكرو الطقوس التقاليد العتيقة ديال باس ديال الأسر ديال المجتمع المغربي ككل، طقوس تقليدية. كنهيئو لهم جميع الوسائل باش نحافظو على التراث ديالنا اللي هو ثمين جدا. وكل عام كنضمو الشباب باش الشباب يهزوا المشعل ويحافظوا على التراث والثقافة اللي هي غنية واللي هي الأصل وهي التربية وهي شنو كيقولوا له من هنا الإقلاع الوسائل الكبيرة للمجتمعات ماجية من التربية والحفاظ على التراث وعلى الأصالة.